طبعا بعض الكومنتس اللي وصلوا لنا هيك مؤثرين كتير، والكلمات كتير حلوه اللي عم تطرح لها عناصر مؤسسه الجيش اللبناني. انا بدي اتشكركم كلكم هيك، بدي اقول لنانا حلبي الله يحمي لك خيك طبعا ويرحم كل الشهداء، مثل ما انت عم تذكري انه خيك كمان بمؤسسه الجيش اللبناني ناتالي عزار، تاج على راس كل لبناني شريف، الله يحميهم ويرحم ترابهم ويطول بال اهاليهم طبعا، الشهداء يلي فرقونا امبارح والشهيد اللي فرقنا اليوم كمان. لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين عالم صباح على صحة السلامة مع ريوى الأطرش وسلامة مياه الشرب. صباح الخير ريوى. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم بدي احكي عن مشاكل المي بلبنان اللي كمان نتأمل هلا بالتحركات اللي عم بتصير وحملة وزارة الصحة والوزارات المعنية انه فعلا يصير في شغل جدي على تحسين نوعية مياه الشرب والمياه اللي بتوصل على البيت بالحنفية. يعني المواطن مش مضطر يفتح المي يلاقي الحنفية يلاقي المي محلى او يلاقي المي الى ريحة جرير ومياه صرف صحي ويكون في مشاكل عديدة. طبعا فينا نلخص مشاكل المي بلبنان أو أسباب التلوث، يا إما تلوث جرثومي لأنه نتيجة اختلاط المي بمياه الصرف الصحي أو المجرير، ومرات التلوث عم بيكون بالمصدر يعني من النبع المنضخ منه لأنه الينابيع ما عم بتكون محمية وبالتالي عم تقدر تتسرب مية الصرف الصحي من الجوار الصحية للمي وتلوثها، يا إما عم تتلوث بالشبكة لما عم تنضخ بشبكة التوزيع لأنه الشبكات قديمة ومهترية وهي موازية لشبكات الصرف الصحي بالمناطق اللي فيها شبكات صرف صحي. فلما بصير أنه المي نحن ما عم تكون عندنا 24-24 بتنقطع المي، بصير في انتقال، دايما نعرف السوائل بتنتقل من الضغط الأعلى للأقل، فبتنتقل مياه الصرف الصحي على أنابيب مية الشرب، وبالتالي لما بتنضخ مية الشرب تختلط معها وبتوصل لأنه مهتريين وقديمين. فهيدي المشكلة. لكن ما بدنا ننسى التلوث الكيميائي، يعني أنا إذا عم المي حتى لو شفت مي لا إلا لون ولا طعم ولا رائحة ونظيفة، نظيفة ميكروبيولوجيا يعني ما فيها جراثيم، ممكن يكون في تلوث كيميائي. والتلوث الكيميائي موجود كمان من مياه الصرف الصناعية اللي عم تنكب بالبحر، اللي عم تنكب بالأودية، اللي عم تنكب بكتير أماكن. فإذا ممكن يكون من المبيدات، ممكن يكون من الأسمدة الزراعية. يعني قصدك الكلور إذا كان فيها زيادة من الكلور وطينوكس؟ الكلور ما انه مبيد، الكلور ماده معقمه من المبيدات الزراعيه، من امور اسمده زراعيه ممكن تختلط. أيوة ماده معقمه، بس سمعنا بوسائل الاعلام انه الكلور اذا كان زياده بهالمياه هذا الشيء مضر جدا للصحه، اذا كان عم ينشرب مش مفروض يكون فيها نسبه كلور ابدا. مسموح يكون في معدل اللي هو بنقول له الفري كلورين، ليه انا اليوم عم بعلق الحكي معي ما بعرف، فري كلورين اللي هو الكلورين الحر اللي بيسمح لتعقيم المي ونحن عم نضخها بالشبكه لتوصل للمستهلك وبمعدل كتير بسيط اللي هو 0.07 ملي جرام باللتر اللي ما بيعطي طعمه وما بيزعج، ممكن يكون 0.05 اوكي بهالمعدل. لكن وين خطوره الكلور انه مضر؟ لما بيكون في عندنا تلوث كيميائي، لانه بنعرف المواد الكيميائيه في منها عضويه وغير عضويه. اذا كان عندنا تلوث كيميائي عضوي اوكي شو بصير؟ بصير في تفاعل بين الكلور وهالمواد الكيميائيه تنتج عنا مواد ممكن تكون مضرة للصحة وبعض الحالات مسرطنة مثل التراي هالوميثينز. اوكي فهيدي الخطورة، مش العبرة انه خلص منحط كلور صارت المي بتنشرب اوكي قتلنا الجراثيم. بس مع عنا المواد الكيميائية رح تعمل تفاعل مع الكلور ورح ينتج عنا مواد مضرة على المدى الطويل. رح نشوف تقرير عن باسمة شو عم بتعاني مشاكل بالبيت بالحنفية، مشاكل مية الشرب، ومنتابع حديثنا. أنا إلي 13 سنة ساكنة بهيدا البيت بفردان، من أول ما جيت على البناية وبعاني من المي المالحة، بس ما كانت مالحة كتير يعني، هلا مع الفترة صارت شوي شوي تملح أكتر، صارت المي لا تطاق يعني مالحة بشكل لا يحتمل. أول شيء الصبح إذا بدك تفيقي تتوضي على صلاة الفجر لنقول، بتتوضي وإنتي مش قادرة تتمغمضي بالمي توصليها لجوا لأنها مي مالحة ما بتقدر تتحمليها. هاي أول شيء بدك تفرشي سنينك، بتجيبي قنينة مي حلوة شاريتيها. إذا بنتي بدها تتحمم نحط طنجرة مي، آخر زوم آخر شيء لتفويح شعرها،
بنحمل طنجرة المي تعمل آخر زوم مي حلوة. المعالي، الشوك، الصحون بتنشفيهم، في إلهم حل، بس كل شيء معدن بيصدي. صدقيني إذا بدك تشرب فنجان القهوة بيطلع على ترافه للفنجان، إذا أنت عم تحطيه على تمك مالح، أو بتشرب كبيت المي فيها ملح. تعال شوف الحنفيات هيدول كل فترة بيتغيروا لأنه منظرهم شوفي كيف بيصير. هيدول بيقعدوا على فكرة مش أكتر من 3 شهور بنغيرهم. تجي المي مرة أو مرتين بالأسبوع. جبت جالونات مي وعبيت، بدي استعملهم لقيت في بكتيريا مبينة، يعني بتشوفيها بعينك بالعين المجردة مش مايكروسكوب وبتشوف البكتيريا. فحملت الميات وكبيتهم الجالونات وصرت غسلهم بالمية النظيفة اللي بشتريها أنا للشرب. اوكي، يمكن اللي شفناه عند باسمة الوضع كتير الانسان لهم فترة، فأكيد المية الملح بتسبب اهتراء بالحنفيات وهالقصص هيدي. مية الملح وين أكتر شيء بتصير مشكلة؟ منقول صار عنا عم توصل المي مالحة بالبيت، عم توصل مالحة ببيروت، يعني المناطق الساحلية كلها عم بيصير في تداخل لمياه البحر مع مياه الشرب، وهلأ رح اشرح ليه بتصير. المناطق الجبلية ما بيصير هيدا الشيء لأنه صعب توصل مية البحر، لكن المناطق الساحلية بتوصل بسهولة، فبصير عنا تلوث من مياه البحر، بصير عنا تلوث من المجارير، مياه الصرف الصحي، ومثل ما قلنا تلوث كيميائي. رح نشوف، هي شوي كونسبت أو فكرة معقدة شوي، بس أنا رح بسطها قد ما في. على اليمين عم نشوف البحر، على الشمال عم نشوف الأرض اللون الأصفر، وتحت اللون الأزرق الفاتح فريش ووتر اللي هي مية البير أو مية النبع. أوكي، وبنعرف بيروت غنية بالأبار، أي بناية بيحفروا 3-4 أمتار بيطلع لهم مي كبير. هلأ اللي بيصير لما بتكون منسوب المي بالبير عالي، مثل ما عم نشوف، شوفوا وين الخط المنقط، بيكون في ضغط عالي بقلب هالخزان تبع المي الطبيعي، بالتالي بيمنع وصول مية البحر، عامل كأنه حاجز. ليه؟ لأنه الضغط معادل لبعضه، ضغط مية البحر مع ضغط المي الموجودة بالأكوفر أو بالخزان الطبيعي تبع مية البير. أوكي، رح نشوف الصورة الثانية. شو بيصير؟ نحن امتى منبلش نضخ من مية البير؟ يا اما لما مية الدولة ما بتوصلنا، مثل ما صار بالسنة اللي مرقت، كانت سنة كتير صعبة على اللبنانيين بكل المناطق لانه ما كان في مي كفاية، يا اما بالصيف بنستهلك مي كتير 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 فمنصير عم نضخ. انت عم تحكي ابار طبيعية ولا ابار ما انعملت خصيصا؟ لا، ابار حفرنا وطلع مي، انت وين ما تحفر بسهولة بيطلع مي، اوكي؟ ايه. عم نشوف بلش ينخفض بالصورة اللي فوق، ينخفض منسوب المي، يعني شفنا اللون الازرق انخفض، شوف تحت لما بلشنا نضخ كيف انخفض. لما بينخفض منسوب المي بالبير شو بيصير؟ الضغط بينخفض، صح؟ فبصير الضغط بالخارج اقل اعلى من الضغط بالداخل. اوكي، البريشر داخل البير اقل، ليش؟ لانه المي خفت. فشو بصير؟ مثل ما قلنا المي بتنتقل من الضغط الاعلى للضغط الاقل، فبتفوت مية البحر بتتسرب وبتوصل على مية البير، وخصوصا نحن عندنا الارض كلسيه، فالمسامات كتير كبيره وفيها ثقوب كتير، بتخترقها المياه وبتوصل لها، مثل ما مياه الصرف الصحي بتخترقها بسهولة وبتوصل لها. رح نشوف الصورة الثالثة اللي بتفرجينا آخر شيء. من هيك بصير عنا منقول ملح البير وصارت المي ملحة، ومنشوف الصدي على الحنفيات، منشوف انه الصابون ما بقى عم بيرغي. شفنا هون عم نضخ كتير، المي المالحة هي بالأزرق المخطط، شفنا كيف صارت عم تنضخ مع مية البير. ليش؟ لأنه انخفض الضغط بقلب البير، خف منسوب المياه، وبالتالي مية البحر أو برا صار الضغط على بينتقل وبيختلطوا مع بعضهم. فهيدي مشكله صارت كبيره، بنلاقي الصابون ما بيرغي، مثل ما قالت هي على الكبايات والفناجين بنلاقي طبقه ملح، الركوه بنغلي المي بنلاقي طبقه بيضه بتصير موجوده. هذه الطبقه البيضه شو هي؟ كلس ولا أملاح؟ ملح؟ املاح، املاح، اللي هي ما هو الكلس املاح. نعم. لكن لما بصير بيكون ميه البحر مختلطه فيه بيكون بس نحن صوديوم انا بدي لك انه انا ساكن بمنطقه بيروت. نعم. وما عم حس بطعم الملح، هل نشعر فيه؟
انه في طعمة ملح. مرات لما بيكون كتير مختلط بمية البحر بتحس بطعمة الملح. هلا نحن المية الينابيع عندنا بلبنان بنقول هي مية الاملاح فيها شوي الاملاح المعدنية او الاملاح، لانه التربة عندنا كلسية فهي الاملاح شوي فيها اعلى بصورة طبيعية، لكن ما بتحس بطعمتها. بس مية البحر اكيد بتحس بطعمتها لانه هو صوديوم كلورايد مثل الملح اللي بتزيده على الاكل، فرح تحس بطعمة. احنا ما بنشرب من مية الحنفية بس انه بنتمخمض او بتفرش اسنانك، بتحس فيها، بتشوف على الكبايات الفناجين، بتاثر على الاساطر، عندها يعني تبعات اقتصاديه لانه عم تهري لك كل شيء وبتضطر تغيرهم واستعمالاتها. وطبعا لما ميه البحر ممكن انها تكون ملوثه بمياه صرف صحي مجارير ومياه صرف صناعيه ومواد معدنيه يعني كيميكلز ملوثات كيميائيه، فطبعا هالملوثات هيدي رح توصلك سواء مجارير ولا ملوثات كيميائية أو غيرها، فإذا عم توصل لعندك. رح نشوف صورة أخيرة بس الأولد بايبس كيف لما بيصير التسرب. عم نشوف لما بيكون عنا أنابيب قديمة ومهترية فبسهولة هي صارت مصدية ومهترية، بسهولة بيصير في تسرب من مياه الصرف الصحي لمياه الشرب أو حتى هون تمديدات اللي بتكون واصلة على البيت. في حل ولا ما في حل؟ يعني الحل أكيد موجود، نجدد شبكات التوزيع المي، يكون في شبكات مجرير سور سيستم، شبكات صرف صحي كمان جديدة وبكل المناطق اللبنانية. بالمناطق الجبلية لما بيكون عندنا جور صحية، هالجور الصحية إلى طريقة نبنيها فيها حتى ما يصير في تسرب لهالمياه المجرير الموجودة بالجوار الصحية تتسرب لمياه الشرب، لأنه مثل ما قلنا التربة عنا كلسية وكتير فيها ثقوب وبالتالي بتتسرب منها بسهولة. فالحل أكيد موجود، نحمي المصادر المياه الطبيعية الينابيع والأبار الموجودة عنا. عنا كتير ينابيع لكن مع الأسف عم تكون ملوثة من المصدر لأنه ما عم نحميها مزبوط. فبدأ سياسي وبدأ شغل حقيقي لنحافظ على المياه ونحسن نوعيتها. بكرة رح أحكي شوي عن كيف نحسن نوعية المياه بالبيت. أنا دايما عم باخد شق المستهلك المواطن اللي نحن بالبيت لا حول ولا قوة. طب شو بنعمل؟ في قصص نحن مش بإيدنا نصلحها، لكن بالبيت أنا بقدر قد ما فيه جرب حسن نوعية المياه. يعني بتصور أنا بلبنان ولبنان الأخضر ولبنان المي مينيموم انه نكون متطورين اكثر من كل بلدان العالم قد ما عندنا كميه مياه ونكون نقدر نشرب من ميه الحنفيه طبعاً. يعني لانه المياه عندنا مي نظيفه وميه جبال واللي بتوصل على بيروت حتى احلى نوعيه مي، لكن مع الاسف عم تتلوث وعم تنهدر كمان. هيدا موضوع تاني بدي نحكى فيه، هدر المي اللي عم بيكون من المصادر اللي هي بتكون نوعيتها بتجنن لكن ما عم تنحفظ بطريقه صحيحه. ثانك يو لك على الموضوع الحلو روى، بنشوفك بكره ان الله راد. انا للمشاهدين بقول لهم شو في معلمه وراح نشوف ستارز كبار وكتار وراح تحكي عنهم بفورتي ساكنز امريكان ميوزك اووردز اللي كان ب 23 نوفمبر 2014 اللي صار من نوبي نوكيا تياتر بال اي. بنشوف شوي معلمه بعد لحظات قليله، خليكم معنا.